أنا كنت في أمريكا كنت أدرس طبعا أنا كان لي سبع شهور تقريبا أنا رايح وأبوي يعني ما في شيء الوالد كان طيب اتصل علي أخوي قال لي أبوك بدا يضيع بدا ينسى أنا طبعا ما صدقت يعني الموضوع فترة قريبة وكذا فقفلت منه واتصلت على الوالدة عشان أتأكد بعدين رجعت وكلمت مرة ثانية قلت لا أعطوني الوالدة أبغى أكلمه فكلمني كيف حالك يا فيصل طيب ها كيف الدراسة كيف المشروع ولا طول معي يعني ثواني الموضوع و قفل التليفون يعني انا بديت اشك في الموضوع اخذت اقرب طياره ورجعت كلمت عليهم قلت لهم انا ممكن اوصل الساعه واحدة ونص بالليل او الساعه ثنتين بالليل فبلغوا الوالد عشان لا يتفاجئ اني انا داخل عليه في وقت متاخر فاول ما جيت ودخلت عليه وانا اصافحه واحب راسه كيف حالك يا فيصل ها كيف امريكا ها درست خلصت متى بتجي قلت الحمد لله الامور زينه وشلون قال لي يقولون فيصل بيجي من امريكا كانه هو يبلغني <applause> هذيك الساعة عرفت انه ما اعرف خلاص حقيقة صدمة يعني انا انه الوالد انه يضيع او انه ما يعرفني طبعا صدمة صدمة كبيرة جدا ما, ما تخيلتها ذيك الساعة خلاص قررت في نفس اللحظة انه اكنسل دراسة وارجع كانت زوجتي في هذيك الفترة هناك خلصت اموري في امريكا وخلصت دراستي والمعهد ورجعت مرة ثانية بقيت عنده طبعا قعدنا نسترجع الشغلات ان الوالد كان يطلع بالسيارة يغيب ساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات في مشاوير قريبه من البيت ما كنا نعرف هذا الموضوع ما ندري انه هذا زهايمر هو زهايمر ينسى هو يضيع هو ما يعرف البيت ما كنا نعرف القصص دي كلها نعم بعدين بدينا تشخيص دكتور شخصه بدا يصرف له علاجات بدينا نجرب نخطئ ونخطئ الى ان نصيب يعني والحمد لله الان الامور يعني افضل